مسألة ال مصطلحات محمد، مسألة ال variable absorption وال throughput، هما 3 مواضيع قايمين على قوائم يعني شبه ثابتة يعني، أو ثابتة أكيد يعني. فهو مديني في المسألة ديت ال beginning inventory بصفر، ال produced 10,000، ال sold ب 8,000. دلوقتي أنت أنتجت 10,000 وحدة، بعت 8,000، باقي عندك end inventory 2,000. مديني السيلز برايس 71، ماشي. ام قايل لي الفاريبل مانيفاكتشرنج كوست، مش احنا عارفين ان احنا عندنا مانيفاكتشرنج ونون مانيفاكتشرنج. هنا دايركت دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، اوفر هيد. والاوفر هيد قلنا ان في فاريبل وفي فيكسد. فالاول هو بيقول ان في الدايركت ماتيريال 4 اهي، الدايركت مانيفاكتشرنج ليبر 21 اهي، الاوفر هيد بكام، الاندايركت مانيفاكتشرنج كوست. اندايركت يعني يقصد الاوفر هيد، وهي قال لي 24 يبقى يقصد الفاريبل، تمام، لان كل ده محطوط في كوست اسمه الفاريبل مانيفاكتشرنج كوست. فانا خدت ال 24 على انها فاريبل، لانه قايل لي ان هي دي فاريبل مانيفاكتشرنج كوست. رجع قايل لي التوتال فيكسد برودكشن كوست ار 54,000، التوتال فيكسد برودكشن ار 54، يعني هنا راحت فين، اهي 54,000، تمام. توتال فيكسد برودكشن كوست 54,000، تمام. وحتى بيقول انه بالبرودكشن، خلي بالك اللي هو رقم التصنيع يعني، ف 54,000. احنا عندنا لو مثلا محمد كام وحده، عندنا 10,000 وحده، فالمفروض 54,000 على 10,000، دي غلطه، يطلع 5.4. وبعدين الفيكسد نون مانيفاكتشرنج ار 30,000. الفيكسد نون يقصد ده، احنا عندنا فاريبل برضه وعندنا فيكسد. يبقى الفيكسد 30,000، انا عندي كام وحده، عندي 10,000 وحده، يبقى الوحده الواحده بكام، ب$3. وقال لي بعد كده ان الفاريبل نون مانيفاكتشرنج كوست ار $2 بير يونت سولد، ده ب$2. فانا كده جبت كل المعطيات بتاعتي وظبطت الدنيا بتاعتي. فهنيجي نحل بقى مره فاريبل، مره ابسوربشن، مره ثروبوت. طريقه الابسوربشن يعني التكاليف الاجماليه، يعني سواء كانت تكاليف فاريبل او تكاليف فيكسد، بمعنى ان اي رقم هضربه فيه كل التكاليف اللي لها علاقه بالتصنيع variable أو fixed. 4 + 21 + 24 + 5.4 يطلع لك 54.4. خليك فاكر بقى الرقم ده. بص بقى، الابسوربشن اولا عبارة عن مبيعاتي ناقص مصروفاتي. انا بعت كام وحدة، قال انا كنت مصنع 10,000، بعت منهم 8، فاشتغل على مين، على المبيعات اللي هي 8. 8,000 في سعر البيع 71 يطلع 568,000. ماينس الكوست اوف جودز سولد، ماينس البضاعة المصنعة، انت صنعت بضاعة بقد ايه. البيجينينج انفنتوري قال لي ان هو كان بصفر، ممكن يقول في المسألة ان البيجينينج انفنتوري بصفر، زائد الكوست اوف الكوست اوف جودز مانيفاكتشرنج، البضاعة المصنعة، انت فعل قبل التصنيع اهو، انت صنعت فعليا قد ايه، صنعت 10,000 وحدة. سعر البيع كام، او سعر التصنيع قد ايه، اللي هو جميع التكاليف فاريبل او فيكسد، قلنا من شويه 54.4، يطلع الرقم ده. ناقص الاندنج انفنتوري، انت باقي عندك مخزون بقد ايه، باقي انت صنعت 10، بعت 8، باقي عندك 2 في 54.4، دي هتلاقي عندك غلط في الورق فعدلها، يطلع 108,800. فالكوست اوف جودز سولد كله اللي هو الجزء ده يطلع بكام، 435,200، هطرحهم من السيلز يطلع الجروس مارجن 132,800. كده انا خدت كل التكاليف اللي هي جوه المصنع، اجي اخش على اللي بره المصنع. اللي بره المصنع يعني الجزء ده الفاريبل والفيكس. الفاريبل نون مانيفاكتشرنج بكام، اللي انت صنعته فعليا وهو فاريبل، اللي انت بعته بيتكلم عن المبيعات. الفاريبل ده له علاقه دايما بالمبيعات، انت بعت كام وحده، 8,000، والفاريبل بكام هنا، ب2، ف 8,000 في 2 ب16,000، طبعا بالسالب لان انا بطرح الفاريبل ان انا ما فيش كان كده. ويجي على الفيكسد، الفيكسد كده كده كله كان ب30,000، اللي هم كان عباره عن ايه، 10,000 وحده في السعر اللي هو 3 يطلع 30,000، هو اصلا كان معطى يعني، فعباره عن 10,000 في 3 يطلع 30,000، يطلع في الاخر الاوبريتنج انكم 86,800. دي طريقه الابسوربشن. اما بالنسبه لطريقه الفاريبل، فانا بتكلم عن الفاريبل اللي له علاقه بالتصنيع، يعني الحاجات الفاريبل بس، يعني الماتيريال والدايركت ليبر والفاريبل اوفر هيد. 24 + 21 + 4 يطلع 49، افتكر الرقم ده. اجي اشتغل على المبيعات عادي، السيلز 8071 يطلع الرقم نفسه اللي هو كان عاملينه مره قبل كده.